الحقيقه برضو مباراه امبارح وضحت لينا حاجات كتيره جدا من 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 طريق او من اسلوب معين او من اسلوب. يا جماعه اقفلوا الصوت، اقفلوا الصوت يا جماعه. ال زي ما قلت لحضراتكم كده، مباراه امبارح مباراه كانت ما بين النادي الاهلي ونادي كانو سبورت. المباراه دي ما حدش شافها لكن سمعناها، سمعنا قد ايه النادي الاهلي كان مسيطر على اجواء هذه المباراه من الدقيقه 1 للدقيقه 90 او للدقيقه 93 لغايه لما الحكم نهى المباراه بالوقت الضايع. قد ايه النادي الاهلي او قد ايه ان الجهاز الفني وضع تشكيل مختلف. كان اسهل حاجه يعمل ايه؟ انا عندي رمضان صبحي وحسين الشحات ووليد سليمان وقدامهم مروان، لكن هو الراجل شاف المجموعه اللي محتاجها المباراه دي بناء على السيديهات او الفيديوهات اللي شافها بالنسبه لفريق كانو سبورت، لان احمد الشيخ لازم يلعب، لان مجدي قفشه لازم يلعب، لان متولي لازم يلعب، فلعبه. دي شخصيه مدرب، شخصيه مدير فني عايز يعمل حاجه. انا ما بقولش ان هو مدرب عظيم ومدرب عبقري، لا ما بقولش كده، لا ما بانش. وانا قلت لحضراتكم قبل كده في ان لسه قدامنا كذا ماتش لغايه لما نشوف نحكم، نقدر نحكم على ريني فايلر. ولكن انا بتكلم ان هناك شخصيه، اي مدير فني هيجي هيبص على اللي فات لعب ازاي وهيلعب زيه على الاقل في مباراه زي دي، مباراه خارج ملعبك، مباراه رايح تلعب فريق من الممكن جدا ان هو يكون متوسط المستوى او هو بالفعل متوسط المستوى. ولكن ما احنا زي ما اسامه حسني وبلال وكابتن حشيش امبارح قالوا، اتغلبنا من فريق كسبناه هنا 2 ولا 3 ورحنا اتغلبنا منه هناك 1، كان فريق برضه متوسط المستوى. فمن الواضح ان هناك شخصيه للمدرب، ده بشاير كويسه، بشاير بتودينا للفكر اللي كانت لجنه التخطيط دايما بتشتغل عليه قبل اختيار المدير الفني. نتمنى ان هو يكمل بهذا الشكل، نتمنى ان الامور امبارح حتى تغييراته مثلا لما ينزل الناس متعادل 0-0، ده لو كان مدير فني اخر كان عمل ايه؟ من اللي فاتوا يعني كان عمل ايه؟ كان قفل الملعب، خلاص قفل الملعب في الدقيقه 60، هو نزل مروان في الدقيقه 60 او نزل صلاح انا اسف في الدقيقه 50 او 55. فلما نزل صلاح كان سهل قوي ينزل واحد في نص الملعب يقفل ويقفل على الفرقه اللي قدامه خلاص والماتش يطلع 0-0، لكن الراجل لا، طلع رمضان، طلع مروان محسن ونزل صلاح محسن. اذا هنا نفهم او نستبشر ان هذا الرجل بيفكر دائما في الناحيه الهجوميه او ويجيد قراءه ان الفريق اللي قدامه لا عايزين نكسبه. اما طلع مجدي قفشه ممكن ينزل واحد ثالث في نص الملعب حسام عاشور او لا، اما ينزل وليد سليمان، اما وليد سليمان جايب صلاح محسن جاب الجون الاولاني ووليد سليمان جاب الجون الثاني. طبعا في موضوع التغييرات ده ربنا بيوفق كتير جدا ان انا انزل تغييرين وربنا يكرمني ان انا اجيب ان هم اللي يجيبوا الجونين، دي حاجه جميله جدا، ولكن ان دلت فتدل ان هناك تخطيط مسبق لهذه المباراه، هو ده اللي عايزينه. لكن احنا نقول ان هو مدرب مش عارف ايه، ومش هنقول كده دلوقتي، ما نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي خلال الفتره اللي جايه. ده مهم جدا ان انا اقول لحضراتكم، مش زي ناس مدرب كسب ماتش قال لك ده عبقري وده، ماليش دعوه بحد، لكن انا خليني اتكلم على مدير فني للنادي الاهلي. فالفتره القادمه ان شاء الله